فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن عنده وسواس يصاحبه منذ سنة على أنه ليس بعد الموت بعث، يقول وقد تعوذت كثيرا من هذا الأمر ولكنه لم يذهب، فما النصيحة في ذلك؟ أنك تكرر الاستعاذة منه وتكثر من تلاوة القرآن والورد يذهب عنك بإذن الله، هذا وسواس يذهب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.